السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع آخر أيضا حاب نتحدث عنه ألا وهو البايب. في عندنا في الNG Angular 4 في عندنا تقدر تروح للفاندمنتال وبالفاندمنتال بيشرح لك أشياء كثيرة. طبعا عندك الNG Model Dependency Injection بعد ما وصلنا Dependency Injection والHTTP Client أكيد هي موجودة والفورم أيضا موجود من ضمن الدورة اللي عندنا. فممكن أنه أنت أيضا تدرس الراوتينج أيضا راح ندرس عنها بنتعلم عنها اوكي. وفي عندها ايضا توتوريال خاص لها. نانا ممكن تكتب بايب اوكي هذا بيطلع لك الاي بي اي البايب اللي موجود فيها كيف يتم استخدام البايب كبوليان اور ترو. خلينا نشوف كيف نتعامل معها كتطبيق عملي. لما اجي هنا اعمل خلي هذول اعملهم فولس حتى يرجع محمد عيسى كما كان فولس نعمل سيف تمام رجع محمد عيسى كما كان. طيب هنا ناخذ نسخه من عنده مو يكون افضل اتصور لو ناخذ نسخه من عنده يكون افضل. ناخذ كوبي هنا نعمل هنا بيست و هذا بنحذفه وهذا حيكون 3 حتى يكون اخف. طبعا اتصور هنا عندنا مشكله لان هذا ما تحول الى 3 الان مفروض انه يشتغل تمام. هذا هو محمد عيسى اتس ورك. كيف استخدم البايب؟ مثلا انا عندي بالبايب شو اسوي مثلا عندك الان محمد عيسى تمام. ممكن محمد عيسى اجي اضعها في single tag اوكي single tag وفي single tag اجي اضعهم ايضا لانه كسترينج انا راح ادخل في ضمن الانجولر تاجات الانجولر لاحظ بهذا الشكل تاجات الانجولر وفيها محمد عيسى work ما عندنا مشكل لاحظ بيظهرنا محمد عيسى. لكن كيف نستخدم البايب؟ البايب ممكن هنا اجي اعمل لي بايب بهذا الشكل خط اوكي خط واعمل فلتر يعني البايب مثل فلتر تمام. لو اكتب هنا مثلا upper case اعمل سيف لاحظ محمد عيسى ظهرت بشكل upper case عرفت كيف. ممكن ايضا مثلا انا اكتب هنا الام بالكابيتال الاي بالكابيتال اوكي واشيل هذا الفلتر واشيل هذا البايب. خلينا نجي نعمل هنا سيف خلينا نشوف محمد عيسى كيف راح يظهر. لاحظ اول حرف من محمد عيسى كابيتال عيسى ايضا كابيتال. لو اجينا وضعنا هنا بايب بس بدل انه نقول upper case راح نقول lower case lower case اوكي كله حيكون صغار لاحظ اصبحت ماذا اصبحت ب lower case اوكي. ممكن ايضا استخدم البايب في مثلا مثلا لو نجي نعمل هنا كوبي نجي نعمل هنا بيست ناخذ هنا variable خلينا نعرف variable هنا مثلا خلينا نعطي مساحة شوية نعطي variable نقول شو نقول شو نقول شو نقول طبعا حتى يتعامل مع الكرنسي على فكرة يعني مثلا لو نجي هنا نقول for example this one هذا ليش ما بيجي اوكي like this module pipe تصور هنا أنا موجود بال data binding هذا pipes اوكي. لاحظ ممكن ايضا استخدم like date التاريخ ايضا انا ممكن انه استخدمه. كيف يعني؟ لو اجي هنا لاحظ هنا هو معرف تاريخ معين ناخذ كوبي نجي هنا في LTS واجي اعرف date حلو هذا الديت موجود هنا. كيف راح استخدمه في الانجولر؟ لو اجي هنا اقول مثلا هذا احذف هذا احذفه واجي اكتب هنا أنا today is مثلا نقطتين like this حيعطيني ايرور لان انا استخدم تصور بايب عرفت. هنا أنا بالبايب مثلا اجي اكتب احب انه يكون الديت مثلا for example خلينا نجي نعمل اول شيء ديت اوكي لاحظ
اوكي سو الديت مظهر. ليش مظهر الديت؟ لانه احنا لم نذكر كلمة ديت. بريثي تمام سيف. اوكي هنا نجي بدل التوداي، طبعا ما تحتاج الى توداي بعد، بس مجرد بريثي. اوكي هذا المتغير اللي موجود هنا، بس مجرد جيبه هنا اعمل السيف، المفروض انه يظهر لنا. لاحظ ابريل 14 1988. خلينا نجرب بدون بايب. لاحظ ظهر البريثي، ظهر بشكل كامل. لو حبيت الترتيب ارجع اعمل كنترول زي، لاحظ ديت حيطلع لي فقط التاريخ، لاحظ ابريل 14 1988. تمام ممكن اضيف ايضا بايب اخر واجي اطلب من عنده انه يكون ابر كيس مثلا. خلينا نجي نعملها سيف. لاحظ كيف ظهر اي بي ار 14 1988. تمام ممكن ايضا الديت اتعامل معه بهذا الشكل، يعني مثلا خلينا نقول احنا نريد ديت يكون بشكل معين، انه مثلا يكون المانث واريد الدي واريد الير. تمام اربعة طبعا، هذا بياخذ اثنين، المانث بياخذ رقمين، الدي ياخذ رقمين، والسنة ياخذ اربع ارقام. لاحظ كيف ظهر لي 04 14 1988. عرفت كيف؟ ففكرتها هي مثل الفلتر على مثل الفورم، تشكيل تعيد تصميمه بشكل آخر مثلا. تمام ممكن أيضا لو نجي هنا نقول my salary مثلا، أحدد الراتب مثلا 4000 دولار for example. تمام هنا لما يجي أخذ my salary، طبعا لازم نعملنا واحد آخر. أوكي اجي اخذ السالري واضعها في هذا المكان، وهنا أنا مثلا اجي اكتب فور اكزامبل كرنسي. اوكي هذا ايضا موجود طبعا، ممكن تشوفه هنا أنا بالبايب. اوكي في عندك كثير، عندك هذا البريث. اوكي في عندك مثلا الفورمات طبعا with bottom they يستخدم. لاحظ كيف هنا يصير upper case، هنا full date upper case. تلاحظ يعني يعطي لك مجموعة examples ممكن انه انت تستخدمها ايضا. لو جينا هنا أنا مثلا قلنا الكرنسي يكون بال US. اوكي خلينا نجي نعمل هنا سيف. ما ظهر عندنا، ليش خلينا نشوف هنا my salary. اوكي this is my salary، عندنا البايب الكرنسي. اوكي سو اذا انطينا له العملة دولار فور اكزامبل، ايضا لم يظهر. سو وين المشكلة ممكن يكون هنا أنا. اوكي my salary. طيب خلينا نجي نعمل هذا cut save. اوكي هو بيظهر. طيب اذا عندنا مشكلة بال pipe currency، يمكن غلط currency. تمام الكرنسي أنا متأكد أنه هو صحيح. طيب ليش خلينا نجرب pound gpb gbp. اوكي ده يظهر pound، تلاحظ ده يظهر شكل pound. غلقتها تمام مش مشكلة، بس تلاحظ كيف يظهر الكرنسي، بيظهر بشكل pound. اوكي ممكن ايضا استخدام for example my rate نسبة. اوكي فليكن هذه النسبة هي خلينا نقول 12.39 مثلا على سبيل المثال. هذا هو الريت. اوكي هذا هو الريت. نجي هنا أنا مثلا نضع الريت my rate، بس هنا راح يكون percentage صح percent. خلينا نشوف my rate.
ظهر عندك 1.239%، عرفت كيف؟ فإذا تقدر تعمل بالبايب كثير أشياء، تقدر إنه تغير أشياء وترتبها بحسب الفورمات اللي أنت تحب تشتغل عليها. إذا إحنا نكتفي بهذا القدر. ممكن ترجع لي الأنجولر، موجود فيها كثير طرق للتعليم. إحنا بهذا الفيديو نعطيك فكرة كيف تستخدمها، حتى تستطيع إنه تستخدم أيضا الدوكيومنتيشن العادي للأنجولر. هنا نوقف، نكمل لكم درس القادم. مع السلامة.